بسم الله الرحمن الرحيم. وقفتنا هذه في مدرسة إقرأ تضامنا مع شهداء مجزرة سعد الأنصاري في مدينة حلب التي راح ضحيتها الأطفال والمعلمات البريئات من أجل إيقاف التعليم. لكن سنقول للعالم بأجمع أن إيقاف التعليم لا يكون بتدمير مدارسنا ولا يكون بتدمير بنيتنا التحتية. نحن سنتعلم رغم كل الجراح ورغم كل المآسي، مهما كان سنتعلم، سنواصل تعليمنا سواء في داخل سوريا، في خارج سوريا، في كل الأماكن. هذه الوقفة اليوم من أجل مدرسة سعد الأنصاري في مدينة حلب والتي قصفت بالمناميل المتفجرة، ولكن سنقول لكم أننا نستعلم رغم كل تلك الظروف.